انا عايزه اروح معاك بعد كده بس سريعا برضو لكريستيانو. احنا بنحب ايوه نركز على الحاجات برضو الايه اللي فيها زي ما اتقال كده، يعني ناس مركزه معاها او بتعمل فيورشيب عالي، او الحديث اللي بيبقى داير يعني على السوشيال ميديا الاكتر، ناس اتكلمت عن عدد المتابعين او الفولورز بتوع كريستيانو رونالدو تحديدا. مش كده، ما جينا قلنا برضو المشاكل اللي هو بيعاني منها، قد ايه ناس كتيره شايله همه في العالم، مش بس يعني الناس اللي هي بتشجع مانشستر يونايتد او البرتغال، لا ناس كتيره ولها عشاق بالملايين في العالم كله. فالازمه اللي هو بيمر بيها مؤخرا مش بس ازمه كريستيانو، لا ازمه ناس كتيره، ناس كتيره زعلانة على هذا المستوى. بس مش ده الموضوع، الموضوع الآخر إن كمان رغم كل ده يا كريم، ورغم انخفاض المستوى اللي احنا بنتكلم عليه والأزمات اللي بيمر بيها كريستيانو، ده ما قللش أبدا أبدا من شعبيته. على الصعيد الآخر بقى، عايز أقول لحضراتكم برضو بلغة الأرقام، رونالدو سواء هنا بنتكلم خارج الملعب أو جوه الملعب، هو ما زال رقم واحد، وهو ما زال اللي بيحطم بالأرقام القياسية هنا اللي بنتكلم فيها. يعني سواء احنا بنتكلم على المتابعين أو حتى من الناس اللي هم بيعشقوه، هو دلوقتي المفروض يا كريم حقق رقم تاريخي على انستغرام، وصلوا الفولورز بتوعه لنصف مليار متابع. ما شاء الله ما غير شاء الله. مسبوقه، 500 مليون، نصف مليار يا 500 مليون، فطبعا رقم كبير جدا. تاني هنرجع نقول هذا النجم ما حدش او مش من الناس اللي ممكن تتاثر باي دروب بيحصل مثلا في حياتها او على الصعيد المهني او مسيرتها المهنيه، فالموضوع مش كده خالص، بالعكس ده زود من شعبيته والانستغرام والفولورز بتوعه زادوا على عكس او على غرار اي لاعب اخر. يعني اديني مقارنه، لا ما الجاب حتى كبيره. ف لا هو ما فيش شك ان كريستيانو رونالدو استثنائي، والرقم اللي انت بتتكلمي عليه اللي هو نص مليار متابع، بيني وبينك طبعا هو رقم يخض، لكن بطبيعه الحال يتماشى كل التماشي مع فكره ان احنا بنتكلم على لاعب استثنائي عنده برضو نفس الصفه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، فكره ان انت تبقى جاذب للاضواء. طبعا كريستيانو رونالدو اكيد على راس قائمه الاسماء اللي بتتسم بهذه السمات او اللي بتتصف بهذه الصفات.